اهلا بكم في مكان جديد، ورجعنا لكم بمنطقه جميله جدا من الدوحه. هذه المنطقه هي اللؤلؤه. صحيح، اللؤلؤه وهي من اجمل الاماكن الموجوده في الدوحه، تجمع بين المناطق السكنيه والتجاريه والترفيهيه ايضا. على مساحه نحو 4 ملايين متر مربع، تتمدد 10 مناطق سكنية وتجارية بشكل هندسي مميز. استوحي تصميمها من طراز مدن البحر المتوسط العريقة. مزيج الألوان والأشكال بالأبنية بتعكس تنوع الثقافات بهي المنطقة. صحيح، تشبه المدن الأوروبية العريقة. صحيح. تتميز اللؤلؤة المكونة من عدة جزر متصلة بخصائص ذكية ومتنوعة، من النماذج السكنية والمحلات التجارية والمطاعم والمنافذ الترفيهية الفخمة. شفتي روعة المكان وجماله؟ الإنارة الحلوة والمباني الفخمة؟ بالفعل بالليل لها سحر خاص. جميل. في أماكن ثانية كمان في اللؤلؤة، خلينا نشوفها. ذكرت مكان جربته موجود في كتارة، مطعم بيعجبك، خلينا نروح ناكل عنده. طيب خلينا نجرب. وصل المندي اللي قلت لك عنه، من اشهر الاطباق اللي موجوده عندنا بالخليج. حتى الريحه مبين. اي لذيذ، اكيد بيعجبك. عليك بالعافية، بس خلينا نخلص أكلنا وكلي عدل علشان نخلص جولتنا في كتارة، في عندنا فعاليات كثير حلوة. في المساء تزداد اللمسات الجمالية للمنطقة بعروض الفعاليات الثقافية والرياضية، مثل بطولة كأس العرب لكرة القدم التي تجذب الزوار لمتابعتها في أجواء ساحرة. نروح نتفرج على المباراة وهم في منطقة الفانزون والشاشة. وهيك بتكون جولتنا لليوم خلصت، وبالفعل كانت جولة جميلة وممتعة. نقلناها لكم ونتمنى انكم تشاركونا جولاتنا الجاية. خلكم معنا في اعرف قطر.